تقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتابة لفظ الجلالة ومقابله اسم محمد نراها في بعض محاريب المساجد، فهل ذلك صحيح وما الواجب تجاهه؟ صدر فتوى بإزالة هذه الأشياء. أول شيء، الكتابة في المساجد مكروهة لأنها تشغل المصلين، لا الآيات ولا أسماء الله ولا أي شيء، ما يكتب في المساجد شيء، أو تنقش المساجد وتزخرف، هذا منهي عنه، وهذا من علامات الساعة أن تزخرف المساجد في آخر الزمان، لأن المطلوب في المساجد الخشوع لله عز وجل والعبادة، وعدم تسريح النظر في الكتابات والنقوش التي تشغل المصلين والذاكرين. ثانيا، يعني كتابة الله محمد كذا متساويات متعادلة، هذا لا يجوز، الله محمد كذا. أما لو قيل الله سبحان الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ذكرت جملة، ذكر الاسم في جملة، فهذا لا بأس، لكن ما هو في المسجد، ما يكتب في المسجد، المسجد لا يكتب فيه شيء أبدا. أما ذكر الله مجرد ومحمد مجرد كذا، هذا لا يجوز ولا أحد قال به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وإذا وجدناها في المسجد فهل يجوز أن نزيلها بدون إذن الإمام؟ لا 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 لا، ما يجوز هذا إلا بإذن وزارة شؤون المساجد، تروحون شؤون المساجد وهي التي تتولى إزالتها، لأن هذا من صلاحياتها، ما تعدون عليها، هم يأخذونكم يسجنونكم. نعم.